أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه لا يفكر في موضوع رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا يكون مرشحا لهذا المنصب بالشكل التقليدي، أي بترتيب المواقف أو الاتصالات مع الكتل والقيام بصفقات وغيرها من أمور، مشيرا في حديث إلى مجلة زحل الفتاة إلى أنه سيكمل عمله بشكل طبيعي، ولكن إذا اقتربت الانتخابات وتبين أن هناك كتلا ترغب في أن يكون في موقع الرئاسة فمن الطبيعي أنه يتمنى ذلك ليصبح في موقع يتيح له تحقيق مشروعه وأهدافه وتطلعاته للبنان.